اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. قول لي ايه اللي حاصل عندك دلوقتي وانت في شرم الشيخ؟ محمد انا مش عارف اوصف لك مدى السحر ومدى الجو الاسطوري اللي بتعيشه مدينه شرم الشيخ في هذه الايام. لا تتخيل قد ايه 5000 شاب او اكتر من 5000 شاب من مختلف دول العالم، من 63 دولة، من مختلف الجنسيات، من مختلف الأديان، من مختلف الأعراق، مختلف الثقافات، في تجانس رهيب جدا، ناس قاعدة منسجمة مع بعضيها، بتتكلم مع بعضيها، تبادل ثقافات. كمان لا تتخيل مدى مردود هذا المنتدى على السياحة في شرم الشيخ. شرم الشيخ كانت قبل شهرين أو ثلاثة فيها بتصرخ كل السياحة، النهاردة الو نسبة الإقبال أو الإشغال في فنادق شرم الشيخ بتتعدى ال 85%. يعني عايز أقول لحضرتك حتى الأوتيل اللي إحنا نازلين فيه اللي قاعد فيه كبار الصحفيين والإعلاميين كم رهيب جدا من الـ 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 الأجانب موجودين في 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 في, في هذا الفندق. كمان يعني مش عارف أوصف لحضرتك، يمكن انا حضرت عشرات المنتديات وعشرات الملتقيات خارج مصر. بصراحه اللي بشوف النهارده شيء مبهر، شيء هايل، شيء عبقري. كمان اللجنه المنظمه النهارده عملت تقليد جديد من نوعه. يمكن المعتاد ان احنا النهارده ننزل اي منتدى او اي مؤتمر في كبار الزوار، في الصحفيين، في معرفش ايه. النهارده اللجنه المنظمه سابت القاعه اللي كان فيها رئيس عبد الفتاح الشيخي وكل رؤساء المدعوين في انسجام. تلاقي صحفي في وسط مجموعه افارقه، صحفي كبير قاعد في وسط مجموعه افارقه، فنان سياسي. استاذ صبري، انطباع الوفود الاجنبيه عن مصر؟ استاذ محمد، الناس هنا سعيده، الناس هنا يعني سعيدة جدا بوجودها في مصر، سعيدة جدا ان هي عايشة في الجو ده وبيتلاقوا في تلاقي ثقافات في طيب حلو. تأثير حادث الأمس هل يعني ألقى بظلاله على المنتدى النهارده؟ وكيف ولا له أي تأثير يا أستاذ محمد؟ الناس هنا كلها امبارح قبل الافتتاح مسرح شباب العالم، كل الناس النهارده في الوقت ده كانت متاثره جدا بالحادث. كل الناس اشبه، كل الناس كانت حزينه على اللي حصل. كمان عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يقول كلمه افتتح، بسم الله افتتح منتدى شباب العالم، خاطب ناديه الايزيديه. ناديه الايزيديه يا استاذ محمد، انا كنت من شهر بس في منطقه سنجار في العراق، وشفت قد ايه حجم، وسمعت قد ايه حجم المآسي وحجم الدمار والرعب والخراب اللي عاش في المنطقه دي. وكانت موجوده السنه اللي فاتت يا استاذ صبري. نعم فاهم؟ كانت ناديه موجوده السنه اللي فاتت. ناديه كانت موجوده والقت كلمه مؤثره واحنا زعناها. جدا رئيس عبد الفتاح السيسي اول ما مسك الميكروفون خاطب ناديه، وبقول لحضرتك ان الرئيس النهارده اول رئيس عربي افريقي في منطقه الشرق الاوسط يعترف على الهواء براجل داعش في حق الايزيديين. ودي كانت لفته مؤثره جدا جدا جدا. لا تتخيل كان مدى مردودها على ناديه ومدى مردودها على كل الشباب اللي كان موجود من مختلف انحاء العالم. انت في رايك يعني اذا خرجنا بتوصيه واحده في هذا المنتدى، ما هي ويعني كيف يمكن ان يكونوا هؤلاء سفراء لمصر وثقافتها وسياحتها عندما يعودون الى بلادهم؟ استاذ محمد، النهارده مصر بتوجه من خلال تواجد هذا الشباب على ارضها رساله سلام للعالم كله. بتقول لهم يا جماعه مفيش الخراب والدمار والحروب اللي احنا عايشين فيها دي، مفيش فيها امل للحياه، امل للتقدم. عايزين نعيش كشعب واحد، عايزين نعيش كبلد كقطب واحد. يا جماعه احنا بنجمع على ارضنا النهارده اكثر من 5000 شاب من مختلف الاديان والاعراق والاجناس، وكلهم والديانات، وكلهم متالفين ومتحابين وبيتكلموا وبيتصاحبوا وبيتصادقوا
وبيتبادلوا تهاني ورسائل مع بعض. النهارده ليه احنا ما نعيش بالشكل ده؟ ده الرساله اللي عايز توصلها مصر للعالم من خلال هذا المنتدى. بشكرك جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان اهم اللي هو بكره وبعده ان المنتدى هيناقش على مدار 30 جلسه عمل 30 جلسه عمل مجموعه من القضايا المهمه جدا 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 وفي منتهى الخطوره، وعلى راسها شباب شباب العالم هو اللي هيناقشها. تمام. تسمح لي يعني ناخد منك بكره الكلام ده بالتفصيل يا استاذ صبري؟ يا باشا تحت امرك. انا بشكرك وتحياتي، بشكرك شكرا جزيلا. معانا طيب انا يعني ماشي، ممكن نخلي المداخله الجايه. الحقيقه انا عايز اشوف فتاه هنديه بتعرب عن انبهارها بمنتدى شباب العالم.